لكم أقدم جميلة منظمة ومؤسسات المعرض اللي هو ماجيكال ويدينغ، معرض خاص بالحفلات المغربية كالخطوبة كدرب صداق باتيم مي اوسي الأعراس المغربية اللي غيكون تواجد في مدينة الدار البيضاء على مدار 4 أيام. هو معرض غيكون تواجد فيه أكثر من 50 عارض جايين جميع أنحاء المغرب ومن خارجه، يقدمون أفكار نصائح وآخر المستجدات المتعلقة بالأعراس والحفلات المغربية ديال 2020. غيتواجدوا معنا ممولين حفلات اللي هما لي تريتور، نقافات، لي ستيليست ديال اوت كوتور للرجال والنساء للشراء وللكراء، لي بيجوتي ديال الذهب وديال الديامون اللي غيقدموا لكم تخفيضات اكثر من 40%، ستاند ديال لي روب بلانش لي روب دو ماريي، ستاند ديال الاخصائيين في الورود اللي هما لاغ فلورال، داز ديال العروسة، لانج دو ميزون لو لانج دو لي، ستاند ديال طيافر، ستاند ديال عساوه باش نكونوا ناشطين 4 ايام، منتوجات ديال الماكياج. غيكونوا متواجدين معنا اوسي لي ويدين بلانير وداك الانسان ولا الانسان اللي غتعاونك باش تنظم الحفله ديالك، خبراء في الديكور، اركيتيكت دانتيغنيور اللي يعطيكم افكار نصائح ويقترحوا عليكم اخر المستجدات ديال الديكور باش تقدروا تؤتوا غرفه النوم ديالكم، الصالون ديالكم ولا المنزل مكمول. اوسي غيكونوا معنا هادوك داكشي لي زاكسيسوار، داكشي اللي كنعمروا به الضيافر ديالنا، من لي زاكسيسوار ديال النقره، من العطور، من الماكياج، من لي زاكسيسوار ديال لي ساك دو مارك، لي شوسور دو مارك. دونك فوالا، دونك غيكون اي حاجه متعلقه بالحفلات المغربيه. عندنا 50 ستاند غتواجدين فيه اكثر من 50 عارض، غايجيين جميع انحاء المغرب، كاين اللي جايه من تازا، من العيون، من اكادير، من مراكش، من لي زيتازوني. معنا وحده واحد لو ستاند كتبيع المنتوجات ديال الماكياج 100% اوتنتيك امريكان، جايه سبيسيالمون غير على هذا المعرض. الهدف ديال هذا المعرض هو اننا نعاونكم لاننا كنجمعوا جميع العارضين في بلاصه واحده، واليوم تبقاو تدوروا وتقلبوا شكون هي النقافه، شكون هو التريتور، شكون هي مولات اللباس. حنا جايبينكم عارضين من جميع انحاء المغرب غيكونوا في بلاصه واحده، غيعاونوكم، غينصحوكم ويقدمكم افكار، مي اوسي غيدير لكم دي غوميز، يعني تخفيضات اللي بغيناكم تجيو تستغلوها. وبالاخص هذا المعرض هو الهدف ديالو الشوبينغ افكتيفمون، ولكن اوسي تنديروا ورشات باش تقدروا تنفعوا منهم وتشوفوا لي ديمونستراسيون على قدام عينيكم فوق المنصة ديال المعرض ماجيكال ويدينغ. افكتيفمون هذا المعرض اللي غادي يبدا نهار 6 فبراير يوم الخميس، ان شاء الله غتكون متواجده معنا لا ستار ماروكين المغنيه سلمى رشيد، مع ابارتيغ من 2 العشيه غتكون معنا ان شاء الله، وغادي نديروا معاها لو شو ديال العماريه، دونك اللي هو في لو تيم ديال العروسه، اللي النقافه ديالنا غادي تقدم لكم اخر المستجدات في العماريه، وغادي نطلعوا فيها لارتيست ماروكان ديالنا اللي غتكون ماكيي سور بلاس من ستاند ديالنا. نهار يوم الجمعه غتكون متواجده معنا الراقصه مايا اللي هي غتكون في لو تيم راقصه ديال العراسات، وغادي نديروا لو شو ديال واحد الاستعراض اللي هو تقليدي مغربي حر، اللي هو سيليبراسيون ديال حمام ديال العروسه بالتقبيبه ديالو باللعابات ديالهم. دونك اجيو باش تحضروا له. وسي نهار السبت غيكون معنا لانفيتي دونور اللي هو لو غران ستيليست ماروكان روميو اوت كوتور، اللي هو غيجي سبيسيالمون من تطوان للدار البيضاء، شرفنا بالحضور ديالو، اللي غادي يحضر لو ديفيلي. غندير واحد لو ديفيلي ديال العارضين اللي دايرين اوت كوتور ماروكان، مي اوسي اللي دايرين لي روب بلانش. معنا عارضه جايه من تركيا باش تعرض لي روب بلانش دو ماريي، وغادي نديرو اوسي لي غاتو، غنديرو داك لو شو ديال تقطيع ديال الكاتو ديال العروسه، ونهار الحد غنديرو الدوره ديال الميده والطومبوله ديالنا.